بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وتكلمنا أن هذه الآية نزلت بعدما أعلمنا الله بقصة السعداء المؤمنين والأشقياء الكافرين، فكانت تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعم الله هذه، فلما علموها آمنوا به. إذن هو تكريم لفطرتهم أولا، ولأن الفطرة لم تدبب، وتكريم للعقل الذي فكر في الكون ونظر فيه نظرة اعتبار وتدبر ليستنتج من ظواهر هذا الكون أن له إلها، وتقريع للكافر الذي استقبل هذه النعم ولم يسمع من أحد أنه خلقها له ولم يخلقها لنفسه، ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر برب هذه النعم. أولا خلق السماوات وخلق الأرض، فإذا ما نظرت للأشياء الثانية التي جاءت بعد خلق السماوات والأرض تجد شيئا متصلا بالسماء، وهو أنه أنزل من السماء ماء، وشيء متصل بالأرض وهو أنه أخرج من الثمرات رزقا لكم. إذن فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين النعمة الثانية. ثم قال بعد ذلك: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. فما هي المناسبة التي جعلت هذا الأمر يأتي بعد هذا الأمرين؟ لأن الفلك طريقها البحار ومسارها في الماء، والأرض التي قال الله أنه خلقها كما خلق السماء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض ثمرات، مدلول الأرض ما هو؟ الأمر السطحي في النظر أننا إذا سمعنا كلمة الأرض انصرفت إلى اليابسة، ولكن مدلول الأرض ينصرف على اليابسة وعلى المائية. ومن العجيب أن المائية فيها أدى اليابسة ثلاث مرات. إذن فرقعة الماء في الأرض أوسع من رقعة التراب فيها. وما دام الحق سبحانه وتعالى الأخرج من الثمرات رزقا لكم بالنسبة للأرض، فلا بد من وجود علاقة. هذه العلاقة إن البحار اللي واخدة ثلاث أرباع المساحة من الأرض، لا بد أن يكون فيها للإنسان شيء. شرح الله ذلك في آيات أخرى: إن مسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، تلك مقومات حياة، وتستخرجون منه حلية تلبسونها، ذلك طرف حياة. الله بقى نعمل بناخد منه إيه؟ تأكلون منه لحما وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك إيه؟ مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. كأن في حاجات تانية غير الإيه؟ غير السمك والفروع بتاعته وغير الزينة اللي احنا بنخرجها، اللؤلؤ والمرجان والمش عارف ايه والحاجات الزينة، كأن في حاجات تانية، ولكن الحاجة التانية جاءت بطريق الإجمال، لأنه ربما لم يكن في العصر الذي نزل فيه القرآن يعرفون إلا أنهم يصطادوا سمك ويطلعوا منه إيه؟ الحل. قال لك لا، ده في حاجات كتيرة قوي، ولا تزال الأبحاث تعطينا من خير البحار أشياء كثيرة، حتى إننا لما نشوف خلق البحار
وأعماق البحار نتعجب من ذلك الخلق أكثر مما نتعجب من خلق ما على اليابسة ومن خلق ما في السماء. الشائع إذا اللي تبتغوا من فضله اسمها آيات الإجمال التي تفصلها آيات الكون، لأن الآيات القرآنية تفسرها آيات كونية. فإذا سمعت آية قرآنية ثم رأيت الكون يشرحها لك نقول آيات الله القرآنية شرحتها آياته الكونية، إلا أنه ما بيجيبهاش بالتفصيل، لأنه ربما لو دخل في التفصيل وقال لك ده تحت زي البساتين وتحت زي الأزهار وتحت مش عارف بيئات وتحت زي شغلانة كبيرة قوي، يمكن ما كانش حد إيه يصدق. فيتركوا التفصيل للآية الكونية والإجمال للآية الإيه؟ كما تكلم عن وسيلة المواصلات وقال والخيل والبغال والحمير، عارفين هذه كلهم، لتركبوها وزينة. وبعدين قال إيه؟ قال ويخلق ما لا تعلمون. كلمة ويخلق ما لا تعلمون دخلت بقى كل وسائل الإيه؟ حتى النقل بالزر اللي هيقولوا عليه ده الواحد يعمل زر كده يتنقل. ويخلق ما لا إيه؟ ويخلق ما لا تعلمون. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن البحار إنما يتكلم عما يكمل الكلام عن الأرض، ثمرات في الزراعة وبعدين من البحر نأكل منه كذا ونأكل منه كذا. طب وإذا كان البحر كده يبقى مش لابد له من مواصلات؟ قال لك طيب إحنا كنا بنسمي الجمل سفينة إيه؟ سفينة الصحراء. أخذنا التسمية دي من مين؟ ده إحنا كنا حقيقتنا نعكس المسألة ليه؟ نقول ده السفن جمال البحار، لأن احنا نعرف ان الجمال دي هي بتاعتنا والبيئة معروفة، انما احنا خدنا ايه؟ خدنا اللي هو كان مجهول لنا خدناه بالايه؟ بالمعلوم، وقلنا ان الجمال ايه؟ سفن الصحراء. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. اوعى تقول بقى ده اللي عملت القلع وانا اللي عملت المش عارف ايه، لانك ان صنعت شيئا بقواك المخلوقة لله وبالفكر المخلوق لله فبالمادة ايضا المخلوقة لله، تبقى كلها من مين؟ من الله بأمره. وسخر لكم الانهار. طب البحر عرفنا انه ماء مالح، والبحر له علاقة بالثمرات ليه؟ اللي هتطلع من اليابسة. ايه العلاقة؟ قال لك العلاقة ان الثمرات دي عايزة اشجار، والاشجار عايزة ماء تروى بيه، والماء اللي تروى بيه لازم ما يكونش فيه الملوحة اللي في البحار، يوم يجعل البحار مخازن الماء، والرقعة المسطحة دي واسعة ثلاث ارباع الارض. ليه؟ قال علشان كل الرقعة ما اتسعت كل التبخير ما يزداد كثافته. وضربنا لذلك مثل قديما وقلنا أنك إذا ملأت كوبا من ماء ثم تركته في البيت وذهبت فغبت عنه إيه؟ شهر، تقوم تيجي صحيح البخر حي إيه؟ يطلع، إنما يطلع إيه؟ يطلع مثلا ربعه تمنه والباقي يفضل مية ولا لا؟ طب لو أنك جئت في الحجرة الواسعة اللي هي 4×25 متر وبعدين بخت فيه المية دي كلها بتاع الكوباية، بعد ربع ساعة متلقهاش. الله. إذن فاتساع الحيز بيعمل إيه؟ بيساعد على التبخير. وما دام إحنا عايزين مياه عذبة لنشربها منها ونروي بها الثمار يبقى لازم رقعة البحر تبقى إيه؟ تبقى واسعة أوي. رقعة البحر تبقى واسعة أوي وبعدين تحفظ لنا المية عشان ما يجرى الحاجة بالمواد اللي ما فوق الحاجات اللي احنا بنسميها اليود والملح والمش عارف الايه ولا زي ما نكون عاملين لها ايه؟ عاملين لها ربنا صيانة. وبعد ذلك الماء اللي هيتبخر ده هو ينزل يعمل مين؟ يدينا للثمرات نروي به زرع ونشرب ايه؟ ونشرب. اذا فالعلاقة لا تزال ايه؟ لا تزال متصلة ومستمرة. وسخر لكم الأنهار. وبعد ذلك الانهار اللي ميه عذبه وهتطلع من ميه مالحه وده ما يتاتاش الا بالبخر وبعدين يطلع في الجو يتكثف وينزل ماء عذب زي ما بنعمل الماء المقطر. الله. طب ايه اللي هيعمل لنا الحكايه دي بقى؟ عمدته ذلك الشمس.
هي اللي هتعمل الحرارة بقى وتطلع علينا الله. إذا مسلسلة ولا مش مسلسلة؟ كلام مين؟ كلام ربنا. وسخر لكم الايه؟ الشمس والقمر. الشمس آية نهارية بنشوفها، والقمر آية ليلية. ايه رأيك دلوقتي ان العلاقة بين الثمرات والماء اللي بنشربه والانهار، والعلاقة دي بالشمس، والعلاقة بالخمر في البحار، كل حساب البحار الان بالايه؟ بالحساب القمري، والتأثير بالقمر في المد والجزر والمش عارف الله. اذا كل حاجة محطوطة بايه؟ هل كان عليه الصلاة والسلام يعرف كل هذه المسائل، ولا العلم بالنشاط العقلي البشري استطاع أن يذهب بنا إلى إيه؟ إلى تفسير آيات الله الكونية في الكون. ومش ممكن محمد الأمة في الأمة الأمية ولا ثقافة ولا أي حاجة، لابد أن يكون معلما من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين ايه الدؤوب ده؟ دأب يدأب. الدؤوب هو مرور الشيء، اي شيء، في عمل رتيب عادي. تقول الولد ده دؤوب على المذاكره، يعني ما بيضيعش وقت، يبقى مرور المذاكره في الايه؟ مرور المذاكره في كل الايه؟ في كل الوقت، مرورا دائبا. دائب عليه يعني ايه؟ ما بتنقطعش العاده منه. برضو كذلك الشمس والايه؟ الشمس والقمر معموله بنظام. النظام ده اذا جيت احنا بنحسب الاوقات بايه؟ الاولا الحساب بالليل والنهار، هذا الحساب اللي هو، بعدين بنقسم الزمن ل 24 ساعه، بنقسمهم الى ايه؟ ساعات. ام قال لك كونك بتحسب الشمس والقمر بحسبان، خلاص، والشمس والقمر حسبانا، ادي ايتين بقى، الشمس والقمر يقول عليها ايه؟ حسبان، وبحسبان. ام قال لك لانك انت هتعملها حساب، وما دام هتعملها حساب يبقى الاله اللي انت هتعملها الحساب لازم تكون معموله بحساب. امال هتجيب لك الحساب ازاي بقى؟ طب ده كانت مش معموله بحساب ما تنفعش تبقى حساب. يبقى الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. وبعدين يقول ايه؟ انهم هم ايه؟ حسبان. يبقى لم تكن حسابا لزمننا الا لانها معموله بايه؟ بحسبان وبايه؟ وبدقه. ومسألة مضبوطة، ومسألة مضبوطة، وفي حركتها لاصطدام، لأن دي له فلك وده له إيه؟ له فلك، كلهم في فلك إيه؟ يسبحون. ونظام لمي، ونظام لا بنملاه زي البدائيات الأولى، محدش بيملاه، يعني بنقعد نملى كده العقارب علشان تمشي، العقرب السوان وعقرب الساعات ومش عارف إيه، وبعدين ارتقينا ما قعدناش بنملى. ونجيب حتة حجر صغير كده هو نحطه في البتاع هي اللي ايه تعمل. وابتدأوا يعملوا لنا اشياء اشياء، كل الاقتراعات الطموحية من العقل بتقرب لنا ايه؟ مسافة ايماننا بالخالق. يقول لك دي اللي عملنا احنا، احنا بشر وعملنا دي، يبقى هو يعمل ايه؟ الشمس والقمر دائبين. هنا بقى وسخر لكم الليل والنهار. احنا عارفين ان الشمس آية نهارية بنشوفها بالنهار، والقمر آية ليلية. كان بالترتيب ايه؟ الشمس والقمر ايه كان يناسبها؟ وسخر لكم النهار والليل، ما هي الشمس والقمر، وبعدين ايه؟ وسخر لكم الايه؟ لا الليل، هو قايل هنا الليل والايه والنهار. يبقى كان مقتضى الكلام في اللف والنشر المرتب انه سخر لكم الايه؟ الشمس، يبقى سخر النهار والليل. ولكن الحق اراد ان يعلمنا شيئا، وهو ان القمر اللي هو آية ليلية والليل اللي معمول سكون لم يجعل لاصل الوجود، وانما جعل سببا لاصل الوجود. لان اصل الوجود انك جاي عشان مستعمر في الارض وتعمل فيها وتكدح، والكدح ده عايز ايه؟ عايز النهار وعايز الشمس. فجعل الاول استهلال الشمس والقمر مستمد منها، وبعدين جاب الليل اللي هو في ريح الايه؟ في ريح القمر.
وبعدين جاب الايه النهار. فكأن الله سبحانه وتعالى اكتنف هذه الآية بنورين، نور الأول من الشمس والنور الأخراني من مين، علشان يعرف ان كل حياتك مغلفة تغليف ليعينك على الحركة. اوعى تفتكر ان النوم في الأصل كده ربنا عامله علشان، لا ده النوم ربنا عامله في الأصل عشان ايه، عشان ترتاح وتعمل، عشان ترتاح وتعمل. يبقى مش هو الأصل كده، مش الأصل اننا نخليك تعمل الأول وبعدين نريحك، ولا نريحك الأول وبعدين تعمل. لازم علشان تعمل لازم تكون ايه، لازم تكون مرتاح. وسخر لكم الليل والنهار، الليل والنهار كلمة تسخير عادة إنما تأتي للأشياء الجواهر، الجواهر تقول مسخرة، الحيوان مسخر لنا، النبات مسخر لنا، السماء مسخرة فيها لنا، كل حاجة مسخرة للجواهر. إنما الليل والنهار ده عرض، يعني ما فيش حاجة كده تمسكها تقول دي ليل وإيه ونهار، قال له إنما متقلقة من جواهر، لأن الليل والنهار جايين من مين، من الشمس، وتجيب تبقى هي ايه، ما الشيء يكون مسببا عن شيء مباشر او شيء عن شيء ايه، او شيء عن شيء مباشر. سخر لكم الليل والنهار، والتسخير ده معناه انه منع الاختيار، منع الاختيار. ولذلك اذا قال الحق سبحانه في شيء انه مسخر فاعلم انه منضبط انضباطا لا يتأتى له فيه الاختلاف. إنما اللي مش مسخر مرة يمشي صح ومرة يمشي غلط. المسألة بتاعت التسخير والاختيار دي عملت مشكلة في المذاهب الفلسفية، مذاهب الفلسفية وخاصة في ألمانيا، مذهبين اثنين، مذهبين اثنين يبدو في ظاهرهم التعارض ده معارض معاذة، والمهم انهم مع انهم متعارضين بيصيروا الى غاية واهية، وهي تبرير الإلحاد. مع انهم متعارضين كان المفهوم ان دي قال للالحاد ده يقول للمين، للايمان. انما من العجيب انهم متعارضين ومتقابلين وبعدين ينتهوا الى نتيجه واحده وهي مين، ازاي يعني؟ ام قال لك علشان نعرف ان الكون ده مدار بقوه قادره حكيمه لازم يبقى منضبط في كل تصرفاته، ان اختلت تصرفات فيه في شيء تبقى القوه اللي عملته مش ايه، مش حكيم. ده واحد قال لك وما دام في اشياء بتحصل كده وهيش كده مخالفات تبقى اذا اللي انت بتقول عليه خالق وعامل بحكمه تقول لا مش حكيم. ازاي يا سيدي؟ قال لك الشذوذات اللي بتحبس، امسك الشذوذات بس في الانسان، ده يطلع قصير وده يطلع طويل وده يطلع اعور وده يطلع اكتع وده يطلع مش عارف ايه وده يطلع ايه. قال لك لو ان القدره اللي بتعمل دي حكيمه كانت الكل يطلع ايه، سليم، فيبقى ما فيش. انت ترد عليه برد بسيط قوي، تقول له طب واذا لم يكن فيه اله تستطيع ان تدرك لنا الحكمه من هذه؟ طب قول لي انت الحكمه ايه، ما هو انت بتدفع حكمه عن حاجه تثبتها حاجه تانيه. اذا ما دام المساله دائره في انك انت ما تقدرش تثبت الحكمه دي تبقى ده كلام مردود. ثم تيجي للمدرسه المقابله، دي بخنر ودي جيبل، يقول لك لا ده الكون ده دليل على ان مفيش اله، ان النظام فيه ثابت ميكانيكي. الله بقى انت قلت النظام مش ثابت، المدرسه الاولانيه قالت النظام مش ايه، مش ثابت، والثانيه قالت النظام ثابت، يبقى دليل على انه بالميكانيكا، وما دام بالميكانيكا يبقى مفيش اله يقدر يخلف الميكانيكا يقول لا دي تطلع كذا ودي تطلع كذا ودي تطلع كذا. يبقوا المدرستين مختلفين ولا متفقين؟ لا مختلفين، انما متفقين في ايه، في الالحاد، ان ما فيش اله هنا ولا فيش اله هنا. تقول له اذا يا صاحب الشذوذ اللي انت عايز يبقى في العالم شذوذ علشان يثبت ان فيه قوه فوق الميكانيكا تؤمن؟ مو معنى كلامك كده يعني. طب وانت يا تاني ان لقيتها ثابته وما فيش فيها شذوذ تؤمن؟ يقول اه ما هم مقتضى نظريته كده. نقول له طب علقه، إن كنت تريد ثبات نظم الكون ثباتا لا تختلف فيه فهي موجودة، لكن موجودة في الآيات العليا الكونية،
الشمس والقمر والليل والنهار ما مظبوطة. وإن كنت تريد الشذوذ دليل على إن فيه إله يقدر يقرأ القواعد فهي موجودة. مش هقولك موجودة في المعجزات، أنت مستدعش، بلاش المعجزات، في الشذوذ اللي أنت بتقوله ده. لو كانت المسألة ميكانيكا كان كله يطلع زي بعض بالله كده. الأشياء اللي بتتعمل ميكانيكا، الكوبايات اللي بتتعمل ميكانيكا، ولا حباية السبح اللي بتتعمل ده بالصب كده بيطلع فيها خلاف، إنما اللي بالخرط هو دي اللي فيها خلاف. ليه؟ لأن القالب هو الذي حكم الصانع، إنما دوك حر يعمل دي حبة كبيرة شوية ودي حبة مش عارف إيه شوية ودي كذا وكذا. ولذلك تجد اللي يقولك العمل اليد وتعرفه إزاي بأنه مبقاش فيه اتفاق في كل جزئيات التفصيل، اتفاق في كل جزئيات الايه التفصيل. نقول له على الأول يا من تريد ثبات النظم دليلا على وجود إله فهي موجودة، بس في الكون هو الأعلى. ويا من تريد الشذوذ فهي موجودة بس في كون الجزئيات والأدنى. طب وليه بقى؟ قال لك لأن الشذوذ لو جاء في الكونيات العليا لفسدت السماوات والأرض، لكن الشذوذ لو جه في الأفراد الفرد ده يبقى وعش والفرد التاني يبقى كويس، يبقى شذوذ الأفراد لا يمنع القضية، إنما شذوذ الأصول هو اللي يمنع القضية. فإن أردت ثبات نظام فانظر إلى الكون الأعلى. طب والكون الأعلى؟ أم قال لك علشان تعرف كده يبقى الإنسان ملوش فيه إيه؟ ملوش فيه مدخل وماشي مضبوط قوي، فيبخنا إن كنت عايز دي وأنت يجيب اللي إن كنت عايز دي موجودة ودي إيه؟ ودي موجودة. سبحانه وتعالى ما يقول سخر الليل والنهار وهي أعراض، يبقى سخر ما ينشأ عنه الليل وما ينشأ عنه الإيه؟ النهار. تسخير الليل والنهار ناشئ من إيه؟ لأن الليل والنهار برضو دائبين، لأن الأصل إيه؟ الشمس والقمر إيه؟ دائبين. ومعنى دائبين إن كل واحد منهم ماشي في إيه؟ في حركته، مشيا لا ينقطع فيه رتابة العادة، كل حاجة ونضبط عليه أوقاتنا ونضبط عليه كل حاجة ولا. وبعد ذلك يجي مثلا يقول لك إيه؟ الصيف بيبدأ مثلا لما الشمس تبقى كذا، تلاقي صيف، تلاقي خريف، تلاقي إيه؟ تلاقي ربيع. فإذا ما نظرت اختلالا ينشأ من تداخل بعض ظواهر فصل في ظواهر فصل آخر، فاعلم أن ذلك ناشئ من عملية المختار في التصرفات. يبقى الحاجات الأذون اللي بيقولوا عليه انخرق دي ليه انخرق يا أخوان؟ إيه اللي خرق؟ اللي خرقوا إيه؟ تجاربنا اللي إحنا عمالين نرمح فيه، وإحنا فاهمين إننا نحسن إيه؟ نحسن صنع. تقوم تقول له اذا ظهر لما يجي مثلا يقول لك ايه ده البرد ده ما حصلش، ازاي يحصل مش عارف جفاف في اليم مش عارف ايه؟ ما هو انت اصلك ما تركتش الكون الاعلى على ما هو عليه، اردت ان تدخل بعلمك القاصر في اختياراتك في الاشياء. فربنا يقول لك ايه؟ لا يغير ما بقوم حتى ايه. ولذلك اقرا قول الله ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. يبقى لو لم يكون الناس ماشيين في مسائلهم بدون دراسة المقدمات دراسة دقيقة عشان يشوفوا النتائج إيه، لأن من الجائز إن يجي طبيب يدي الواحد جرعة من عقار مثلا تنهي المرض في ساعتها، إنما تنهي المرض في ساعتها وتعمل إيه؟ تعمل إيه تاني؟ يبقى الأصول في المقدمات إنك أنت تعمل المقدمات تدي غايتك، ولا تديش زي ما احنا بنقول دلوقتي ملوش ايه مضر ايه سموها ايه مضر ايه مضر جانبية دلوقتي بيقولك ده له مضر جانبية، وبعدين تلتفت تلاقي كل حاجة دي لما العلم يرتقي يقولك ده له مضر بلاش دي بلاش دي الاسبرين اللي قعدوا يقولوا مش عارف هم طلعوا له دلوقتي انه يعمل تخشيم مش عارف في ايه وكل حاجة. ليه؟ لانها ولا تقف ما ليس لك به علم، مالكش بيه علم تسكته. إذن فالفساد الذي ينشأ في المسائل اللي نقدر نتناولها بتجاربنا يمكن ينشأ فيها شيء من الايه من الاختلال. وبعد ذلك ده يؤكد لنا حكمة الخالق، لأننا لما خرجنا بدون أن نعلم بالمقدمات ما نصل إليه من نتائج حصل الايه
حصل الفساد. لو لم يوجد هذا الفساد كنت تفسر كيف تفسر قول الله ظهر الفساد في البر والبحر؟ تعرفها منين؟ بما كسبت أيدي الناس. إذن تقدر تقولها في كل إيه؟ في كل مخترع ثبتت له فائدة، إلا أن الفائدة سطحية وبمرور الزمن عرفنا أن له إيه؟ مضار. تقول بما كسبت أيدي إيه؟ وكلمة بما كسبت أيدي الناس مش بما اكتسبت، لأنه كان عاملها على أنها مكسب. اللي اكتسب يبقى فيه تكلف، إنما اللي كسب فاهم إن دي إيه؟ إن دي كويس. الليل والنهار بقى والشمس والقمر، وما دام دائبين دائبين يعني هم ماشيين ويا بعض كده؟ لا، تمشين خلفه. خلفه يعني ايه؟ يعني الشمس لما تبان القمر ما نقدرش نشوفه الا في احوال خاصه، والانسان يكون نظره ايه حد، والشمس يعني بهت الاشعاع بتاعها شويه او الى اخره. اذا دي له وقت وده له وقت، انما مش ويا بعض مش ويا بعض. قال لك ليه؟ له القمر بيستنى لما الشمس تغيب ويطلع. لا، هو طالع وفي السماء وكل حاجه، بس انت الضوء ما يخليكش تستطيع ايه يرتد الطرف اليك وهو ايه حسير، يعني ما يقدرش ايه ما يقدرش يشوف. وما دام الليل والنهار والشمس والقمر مسخرين وهيمشي كده قال لك لازم يكون متخالفين، يعني ده يجي وده ايه مش ماشيين ويا بعض. الايات الاخرى جعل الليل والنهار ايه خلفة. الليل والنهار ايه خلفة. خلفة يعني ايه؟ يعني ما بيجوش ويا بعض. طب ما بيجوش ويا بعض، لا فيه ليل ويبقى فيه نهار في وقته. قال لك لا، الجهة منفكة، ده ليل هنا وايه ونهار هناك، مش ليل ونهار هنا، لا ما يجوش، يبقى ليل ونهار في المقابل وبالعكس. ثم بيقول جعل الليل والنهار خلفة، يبقى أكد لنا الدؤوب في الحركة. الدؤوب في الحركة مش ويا بعض بل متعاقبين. تعاقب يعني ده يروح وده ايه وده يجي. طب جعل الليل النهار خلفة، يبقى إذن النهار خلفة لمين؟ لليل، والليل خلفة للنهار. وده جعل من أول الخلق. ما دام جعل الليل والنهار خلفة يبقى من أول لحظة في الخلق ها الليل جه بعد مين؟ والنهار جه بعد الليل. تقول له يا أخي ده إن كانت الدنيا اتخلقت والنهار موجود ها كان يبقى إيه؟ الليل صحيح لما يجي يبقى خلفة لمين؟ للنهار. طب والنهار اللي جه الأول دي خلفة لمين؟ ما يبقاش خلفة، يبقى أول خلق للوجود. مش كده؟ ما دام جعل الليل والنهار خلفة يبقى في وقت الوجود كانوا إيه؟ كانوا خلفة الاثنين، ده خلفة وده خلفة. تقول له طب نشوف كده، إن كانت خلقت نهارا والنهار يذهب ويجي الليل، بقى الليل صدق عليه انه ايه خلفه والنهار مش خلفه، لانه ده جه الاول. طب وان كان خلقها على انها ليل اولا يبقى النهار هو اللي خلفه، انما الليل مش خلفه. لكن هو قال ايه؟ ده خلفه وده خلفه، يبقى لازم تشوف تحلل الفزوره دي تماما. ما دام ده خلفه وده خلفه تقول لك اه، فكأن الكون حين خلقه الله خلق الشمس وواجهت الأرض، خلاص؟ فالمواجه للشمس صار وغير المواجه صار ثم دارت. فالليل جه بعد النهار والنهار جه بعد الليل، يبقى كل منهما إيه؟ كل منهما خلفه. وإلى لقائنا إن شاء الله.